السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ شو الأخبار اليوم؟ تعالوا كده نبدأ الفيديو كده بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، سيدنا محمد يا حبيبي رسول الله. المهم تعالوا كده نبلش عن الفيديو ده. طبعا دوت فيه معلومات جدا مهمة ومفيدة، وفيه أسرار كونية ممكن تحصل. يعني فعليا أنا الفيديو دوت خد مني وقت إن أنا أعرف أديك المعلومات الكافية قبل ما تعمل أي حاجة خطأ في الإيه، في التخصصات. تمام يا شباب؟ دلوقتي طبعا شكر خاص للكريزي جيرل ده، دي كده يوتيوبر. تمام طبعا، هي بسم الله ما شاء الله يعني بتقدم شوية محتويات كده حلوة، حاولوا برضو إيه ادعموها. تمام دلوقتي بقيت بقى إيه، أي لاعب يبغى يحول تخصصه من صنديد إلى خبير ميكانيكي أو العكس، ويبغى تتبدل له القطع، يتبع هذه الخطوات: يطور اختصاصه بالقطع اللي عنده. فرضا انا سنديد بطور الاختصاص بقطعة النخبة اللي عندي كلها، بعد ما اخلص التطوير ابدل الاختصاص بالبطاقة المجانية اللي هم ايه، اللي هم عطاها لي في هوريها لكم دلوقتي، عشان ابدل من سنديد الى ميكانيكي. النظام بيرجع لك تسريعات الموارد ويبدل قطع النخبة اللي استعملتها بتروس. احد يبدل لا احد يبدل اختصاص قبل لا يطور تخصصه. لازم تطوره الأول، لأنه ما يقرأ اللي عندك بالحقيبة، يقرأ اللي استعملته فقط. بمعنى دلوقتي هوريكم الرسائل اللي جاتلي. طبعا احنا قرينا ديت مع بعضينا، اللي هي تعديل التخصص. تعديل التخصص ديت قريناها مع بعض في الفيديو اللي فات. تمام طبعا ايه يعني، دي يعني الرسالة ديت بقى جت لخبطتني، يعني لخبطتني فعليا، بس فهمت منها شوية حاجات. ان انا دلوقتي كنت انا عايز مثلا ان انا اختار ميكانيكي على طول، اتاري ما ينفعش. بس انا كنت بقول ايه، طب هو ازاي التروس عندي هتتبدل، او اللي هو المقاتل النخبة اللي هو البطايق النخبة بضايق بطايق بقى المقاتل النخبة عندي هتتبدل بتروس. فانا ما كنتش فاهم ازاي. فالرسالة ديت جت وضحت لي ايه اللي هيحصل، اللي هيتم. طبعا تم اطلاق نظام التخصصات الجديد لبعض الخوادم في حال امتلاك مقاتل النخبة او التروس الميكانيكية، الرجاء استخدامها قبل تغيير الاختصاص في حال. طبعا هم اصلا مدينا، يعني هم دلوقتي مديني. طبعا انا عمال اسأل نفسي اصلا، طب هم عطونا كده ليه؟ يعني في اعادة تعيين وانا هختار براحتي. اتاري في حاجة احنا كنا غافلين عنها. هو مدينا قسيمة إعادة تعيين التخصص وقسيمة تحديد الموهبة، عشان لو أنت كنت مثلا ميكانيكي وعايز تحول لنخبة تقدر تحول. ليه؟ لأن أنت دلوقتي بتروسك لازم تستخدمها في التخصص بتاعك. مثلا أنت سواء كنت أنت عالم كبير يعني تستخدم التروس، لازم تستخدم التروس الأول في الميكانيكي، بحيث أن أنت تقدر تحول، أن أنت تعمل إعادة تعيين. تمام؟ وتختار النخبة عشان التروس تتحول لمقاتل، لبطايق مقاتل النخبة او العكس. انا دلوقتي مثلا مارشيل او كنت تكتيك، وعايز احول ل وعايز احول ميكانيكي. تمام؟ فانا لازم اختار التخصص بتاعي، ما ينفعش ان انا اروح ضاغط على الميكانيكا على طول وانا اصلا كنت مارشيل او تكتيك ومعايا مقاتل نخبة. طب انا عايز اصلا استخدم تروس، فبالتالي مع إعادة التعيين هيتبدل التروس اللي انت استخدمتها في التخصص بتاعك لمقاتل النخبة. تمام يا شباب؟ يعني انا دلوقتي حاليا انا ما ينفعش ان انا اختار ميكانيكي، لازم اعلي الاول، لازم استخدم مقاتل النخبة دول كلهم كده الاول. تمام؟ في التخصص بتاعي اللي هو في ايه، في النخبة. تمام يا شباب؟ يعني هي ديت الرسالة، او ده معنى الرسالة اللي اتكتبت، معنى الرسالة بتاعت النظام. مجدد كده كل وصول لنفس المستوى من الاختصاص السابق في حال تبديل الاختصاص ده، غير كده كمان ده هو اصلا هيوصل على طول لنفس الحد، يعني مفيش اي تغيير. يعني مثلا مش هتبدأ من اول وجديد ان انت كل شوية ايه تعمل وتسريع وبتاع والدنيا دي تقريبا، يعني كده ما على ما اظن يعني، او ما على ما اعتقد. تعالوا بقى كده ايه نشوف كده مع بعضينا. انا دلوقتي مثلا الميكانيكي. تمام طبعا انا ابقى لازم اولا كده ان انا اختار معركة النوبة. تمام انا كده اخترت معركة النوبة.
طبعا تعالوا بقى ايه نعمل دروس، نعمل اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، يعني هي من اولها كده بالاربع ايام ايه؟ اه في حاجة برضو نسيت اقولها لكم، ولا ماشي، ممكن بعد ما نخلص دوت اقول لكم على الحاجة اللي انا كنت عايز اوريها لكم. طبعا انا كنت مطلع 6 مهارات والدنيا كانت جميلة. طبعا حاليا مش هعرف اطلع 6 مهارات لان فعليا عايزة وقت كبير، عايزة بطايق كتيرة من مكاتر النخبة. انا فعلا بقت اصعب برضه، في شوية برضه حاجات برضه حلوة برضه ايه عايز اوريها لكم برضه تانية، اللي هي الثانوي. ستاشر، 25، أربعتاشر يوم، 7، 16، اوف. لا هو كده سهل جدا ان اي حد يطلع 3 ابطال. يعني أسهل من اللي فات يا شباب. بس اللي مش سهل بقى المهارة السادسة، المهارة السادسة هي اللي بقت صعبة شوية. طبعا أنا كنت مطلع 2 مهارة 6، فدي طبعا عاملة دمج ما بين ال3 مهارات. تمام يا شباب، لان اصلا المهارة الستة دي بتبقى لكله. المهارة الستة كون مدرسة المهارة لزيادة تخانة المهارة البطل الاسطوري، طبعا لكله للتلاتة. طبعا في المارشيل كان عامل مثلا للبري او البحري او الجوي، تمام. فانا كنت مطلع الجوي والبحري، ما كنتش مطلع البري، فكان لازم ان انت كنت مطلع تبقى مطلع التلاتة بحيث ان انت توصل لايه، توصل لدي. تمام يا شباب، يعني كان فاضلي تقريبا حوالي 400،
فانا برضه هيبقى فاضل لي حوالي 400 عشان نوصل للمهارة الستة لكله. وصلت يعني هي تقريبا ممكن تبقى هي احتمال كبير هو برضه المارشيل القديم، بس هي ديت بقت سهلة شوية. انا دلوقتي هقول لكم برضه ايه على التجمعات بتاعتها. يعني ماشي، نبقى ناخدها سكرين شوت بعدين. تمام، هي كده عايزة 4000. ماشي، نبقى ناخدها سكرين شوت من الفيديو خلاص زي بعضه. كان واحد زي كان صديق ليا اصلا كان عايز صورة بالموارد والكم قطعة والحاجات دي، بس انا مخدتش بالي منها. يعني مش مشكلة. هنا 5 أيام. يعني وصلت هنا ولسه معايا 1000 ولسه معايا 800 في الموارد. تمام، خلي دي دلوقتي ونزود دول. انت ممكن هنا شباب تنزلوا لغاية 5 بس، هنا ممكن تصور لغاية 5 بس حتى توفر لدي. انا 100 يعني هتقف معايا على واحدة هنا. تمام، وبعدين ديت تقريبا عايزة 500 تقريبا، يعني ما على ما اعتقد. دي تبقى عايزة 50. تمام، ممكن اعمل ديت، ممكن اعمل دي كده. معيش ولا واحدة. تمام ماشي، سيبوها بقى لغاية ما نجمع ايه، لغاية ما نجمع 500 ولا حاجة. انا مش عارف ديت هتبقى ايه الدنيا فيها، عارف بالظبط بقى تبقى الخانة بتاعت المهارة ديت عايزة كام واحدة بالظبط. بس هي على ما اعتقد يعني ان هي تبقى عايزة 500. تمام يا شباب، دي كده لوحدها عايزة تقريبا 500.
ودي انت ممكن تزودها على 5. انا كان زمان دلوقتي معايا 150، بحيث ان انا كان ممكن ازود ديت كمان. يلا مش مشكلة زي بعض. هي خدت مني زيادة، زاد الدفاع لكل الأبطال، ماشي حلوة برضو. تمام يا شباب. وهنا طبعا طبعا ديت لسه عايزة شوط كبير. تعالوا بقى نقولكم بقى ايه فاضلها ايه. تمام طبعا دلوقتي طبعا هنا هنا طاير واحد تمام، وهنا فود اند اويل اللي هو الموارد، وهنا الكلاس ايتم اللي هو البطايق، بطايق النوبة او التروس تمام، وهنا الخمسة مينيت سبيد كام واحدة. تمام يا شباب. هنا كده المارش ماستر ايه، هنا كده بتاع الميكانيكي ده، الميكانيكي ودوت مقاتل الصنديد. تمام يا شباب. طبعا انت عشان تطلع التلات ابطال انت محتاج 785 مليون من الموارد تمام، وألف وتلتمية سبعة وخمسين من اللي هو النخبة، بطايق النخبة أو التروس. تمام يا شباب متفقين. وعايز 131 ألف من الخمسة منت سبيد أب دي كده. لو انت طبعا معاك دولت يبقى انت كده هتعرف تطلع التلات أبطال براحتك عادي، سهلة بالنسبة لك. تمام يا شباب. طبعا اللي هو الاكسترا سلوت، الاكسترا سكيل سلوت اللي هو والعشرة مارش سايز كمان، اللي هم العشرة مسيرة زيادة، عايزة طبعا 10 مسيرة زيادة بما مقابلها اللي هي ايه، اللي هي الخانة بتاعة مهارة البطل الخمسة اللي انا لسه عايز اطلعها، اللي هي دي اللي هي المهارة الزيادة. عايزة كام؟ عايزة 1 بليون وخمسمية وخمسمية مليون، 1 بليون وخمسمية واحد وسبعين مليون من الموارد، زائد 3317 من مقاتل النخبة أو التروس اللي هي البطايق، اللي هي بطاقات التروس أو بطاقات مقاتل النخبة. عايزة 3317، وعايزة 229 ألف من السبيد أب، 229 ألف من خمسة منت. تمام يا شباب. دي كده ايه برضو خلصنا منها. تعالى بقى، عفوا يا شباب. المهم تعالوا بقى ايه المواهب السنوية. طبعا المواهب السنوية طبعا ايه هتلاقي هما دولت كده زي ما هما، اللي هو البناء والمينا والزيادة عدد الجولات والايه والتوسيعة، هتلاقيها زي ما هي. دي كده هتبقى عايزة 1 EE طبعا. ديت كده سهلة، سهلة جدا ديت، تكون مدرسة ماشي. طبعا ديت كده بالنسبة لنا سهلة جدا برضه. زيادة الضرر، تعالى كده ايه، تعالى نعمل كده الأول وخلاص، مش مشكلة. ايه رأيكم؟ تعالى نعمل هنا، يلا دي ايه. طب نستناها صح. بعد كده زيادة دفاع كل الأبطال. تمام. هنا بقى عندنا ايه التاج دوت، طبعا بموارد فقط لا غير. بس انا اصلا مش معايا موارد، تصدق ايه ده، الموارد راحت فين؟ ياه، معيش غير دولت بس. مية مليون
معيش غير 100 مليون من كل نوع. يا فرحتي، ده انا عايز شوية موارد كتير قوي. انا كده تقريبا يا جماعة، ما على ما اظن يعني، ان انا هحول لميكانيكي، لان انا فعليا كده عايز موارد ياما، عايز موارد كتير قوي. تمام، تعالى كده ايه، نجرب بقى ايه، نحول، تعالى بس نزود ديت. تمام، وكده طبعا انا كده مش معايا مقاتل النخبة اي حاجة، صح؟ معيش. طبعا صفر صفر من مقاتل النخبة. تعالوا بقى كده ايه، نحول لميكانيكي الخبير. طلب إعادة انتخاب المهنة، استهلاك قسائم إعادة التعيين، تمتلك واحد. هل أنت متأكد من إعادة التعيين؟ تأكيد. اتبدلت بنجاح، اتبدلت بكل حاجة يا شباب، زي ما أنا متوقعت فعليا، اللي هي هتتبدل بكل حاجة، هتتبدل على طول، دايركت دايركت على هناك. طبعا ديت كده بسم الله ما شاء الله، حاجة، بص حاجة فلة، حاجة فلة. لا كده جميلة. طبعا أنا حولت خلاص المحترف الميكانيكي، مفيش مبروك يا شباب ولا ايه؟ آه ده كده شغل فاخر من الآخر، خسارة. انا ممكن اعمل هنا حاجة برضو حلوة يعني، عشان ديت تمام خدت مني كل حاجة، ممكن ازود النفط، ممكن اعمل هنا اعادة الموهبة، تمام، اللي هي ب 5000، عشان اللي انا صرفتهم في دي، اللي هي تقريبا 150 اللي انا صرفتهم في دي، احاول ارجعهم تاني، ملهمش لازمة. تمام، تعالى بقى ايه، نعيد. سوري يا شباب يعني الفيديو هيطول عليكم شوية، أنا عارف، بس إيه يعني، اعذروني يعني، فعلا في حاجات مفيدة يعني، وبرضه عشان ما تعملوش زيي. يعني أنا، هو زي ما انتوا شايفين، أنا بجرب معاكم. مش عايزين ننسى بقى نصور التلات أبطال.
عايزة 300، نفس اللي فات، نفس اللي فات بالظبط، هو اللي فات. طلعت واخدة زيادة قوي كمان، يعني واخدة كتير كتير، يعني مش مشكلة زيادة الدفاع كل الأبطال دي. كانت واخدة بين 400 زيادة تقريبا يا شباب، 50 في 8، 400. زي بعض انا عايز اعرف ديت عايزة كام، حجم المسيرة دي عايزة كام واحدة. ماشي تعال نشوف، عايزة 500 زي ما توقعت يا شباب، عايزة 500 واحدة. طبعا هنا نعمل التروس، تمام. يبقى كده انا عايز حوالي 150 بحيث ان انا نجيب ديت. تمام تمام يا شباب، سهل. طبعا عايز شوية موارد حلوة، تعالوا هنا بس كده الأول. طبعا هنا ايه، 300 مليون، تمام جميل، كلام جميل. ونزود كمان اتاك، تمام. وحاول بقى ايه نجيب بقى ايه، نستفيد كده بالخبير بالمنشآت بتاعته. تعالى برضو كده نشوف مع بعضنا ايه الاضعاف. تلاتين اي اي، تمام. طب الترقية 600 كي، طبعا بتعمل سرعة الهجوم لكل قوة، طبعا ماينس لسرعة الهجوم كل القوات 12%، تمام. وزيادة الحيوية لجميع القوات -25%، جميلة. وهنا الترقية، زيادة إضافية لهجوم كل القوات 25%، وزيادة الضربة الحاسمة لكل القوات 25%. طبعا تقريبا معنى ما أعتقد إن أنا ممكن ممكن أعمل تاني، ممكن ممكن تاني كمان، يعني فاللي هو إيه، حاجة فظيعة. تلنا كامل ابن منشآت كتير.
طبعا اباني ليه؟ لان انا عايز اتفرج عليهم وعايز اتفرج على المدى بتاعهم وكل حاجه. برضو ايه، خليها برضو كده قبل ما تتعمل، نكون ايه، نكون شوفنا كذا حاجه تانية. بناء منشأة. اه تمام. وقت البناء 26 منت. جميل. عايزين بتاعة غذاء. عايزين غذاء هنا مستوى 5 اهي. ستة وعشرين دقيقة. معاك 4 مسيرة. بص يعني شيء خرافي، حاجة جميلة جدا جدا جدا. تعالوا كده بالمرة كده نشوف مع بعضينا خطة المعسكر. طبعا عايزين إنهاء الرادار. انا نسيت دولت، ودول بقى زادوا، دول زادوا، انا ناسي دولت خالص. اوه، ممكن نصنع صواريخ القوة المغناطيسية. جميل 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 جميل. طبعا يعني للتذكرة، فاهمكم بقى دولت كده بيعملوا ايه. تمام يا شباب، هتخش هنا. لا سوري، مش هنا، راحت فين؟ اه هنا اهي. طبعا ديت زيادة قوة هجوم القوات البرية 10%. دي طبعا بتبقى 3 ليفل 3، طبعا هتبقى حوالي 30%. طبعا هنا منع الهدف من تحريك القاعدة لدقيقتين. تمام. طبعا هنا صاروخ جرماتية تستخدم لتعطيل منشأة التقوية والإضعاف ل3 دقايق. أنا مش فاكر بالظبط هي كان ليها مستوى ولا لأ. تمام. لا ملهاش مستوى، هو ليهم مستويات بس اللي هما ايه اللي فوق. تمام. ده كده ايه، بتستخدم ضد المنشآت. تمام. بتعطل منشآت الإضعاف ومنشآت المنشآت الترقية لمدة كام؟ 3 دقايق. هنا كده دي برضو بتلف لغاية 3، بتبقى 30%. طبعا تزداد قوة هجوم القوات البحرية في المعركة القادمة ب30%. طبعا ليفل 1 هتبقى 10%، ليفل 2 20%، ليفل 3 30%. وديت برضه نفس النظام، تزداد قوة هجوم القوات الجوية في المعركة برضه ب30%. وهنا كده ديت اللي هي الألغام اللي هي بتبقى فوق في المربعين فوق، اللي هو ساعة الدفاع التحالف والدفاع ال اه في الدفاع التحالف. ساعات بتروح انت ايه، هاجم فلك الظلام، بيجي لك زي الصواريخ اللي انت بتستخدمها. تمام. انت بتروح حاططها تبقى ضد الايه، ضد العدو، تضرب ضد العدو. دي برضو جميلة. دي كده اللي هو لغم ضد الدبابات.
طبعا دوت برضه بيلفل لتلاتة، تمام، بيبقى هجوم تقريبا بيبقى مش عارف بيبقى 60% تقريبا ولا اي حاجة زي كده. يعني كمان اصلا بيبقى فيه، هو بيعمل كده كده ضرر 20%، وخاصة ضرر مدافع للقوات البحرية. لو انا بهجم ببحري ضد دبابات بيبقى هجوم مضاعف، يعني مش بيبقى 20%، لا بيبقى 40%. ما بالك بقى لما تبقى ليفل 3 مثلا 60%، تبقى 120%، يعني كده كده بيطير لك ايه، بيطير لك دبابة. وفي هنا توربيدو المتفجر ده ضد البحري، تمام، وده ضد الجوي، صاروخ تتبع الحرارة. وفي هنا زيادة سرعة المسيرة ضد الهدف بدقيقتين لدقيقتين. السرعة ديت برضو ايه، تقريبا بتبقى عاملة زي 100% كده. لو انت مثلا بتهجم وسرعة والسرعة عندك دقيقتين تعملها، هتلاقي نفسك هناك على طول، هتلاقي نفسك هجمت فجأة. دي برضو جميلة جدا يعني. لا تمام يا شباب، لا ده تمام. ان شاء الله كده هكمل كده شوية في المقاتل. هم كده اتعملوا. حتى مش جايباني. هو دي المدى بتاعتها اوسع، دي المدى بتاعتها اوسع. الترقية مداها لغاية هنا اهو، وديت المدى بتاعها قليل بس جميلة. هي فعليا جميلة جدا 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 يا شباب. تعالى كده نرمي نرد بقى، يا رب تجيب 1 2 3 3 6 سارة. الله مش مشكلة زي بعض. يرمي 2، تمام جميل، كلام جميل. مقدرش اقول حاجة عنه. ترارارا. تمام. وفي برضو هنا نصيحة برضو تانية، ان انتوا تحاولوا تشتروا، بس طبعا لسه معيش فلوس طبعا، فيعني اللي هو الامدادات تحاول تشتري. طبعا هي مش موجودة النهاردة للأسف، في اللي هو الصندوق اللي هو الاي دي في او الاي دي اي ولا اي دي في حاجة زي كده، يعني اللي هو بيديك يا اما 3 يا اما 5 يا اما 10 يا 100 من بتاعة بتاعة النرد، اللي هو رمي النرد. جميلة جدا برضو ان انت تشتروها. طبعا مش موجودة، هتروح شاري ايه، هتروح شاري النرد نفسه، اسمها اي دي في، هتروح شاري ايه دي، ترى مش موجودة يعني. دي كده الطريقة بتاعة الشراء. يلا 4. هي بس ما فيش غير بس النقطة ديت هي اللي تعمل فيها نرد واحد مرة واحدة.
عشان تعرف توصل هنا عشان تجيب ال25 دول، لان دول كده مهمين جدا بالنسبه لك. غير كده كمان انت بتزود الخبره بتاعه الايه، بتاعه المربع، عشان تجيب لك بعد كده 30. بعد كده بقى ارمي 2 براحتك. ماشي، هو المفروض كنت ارمي واحد بس برضه ما كانتش هتجيب، ان 1 2 3 4 5 6، انا كنت عايز كمان، كنت عايز 6، فده كان هيبقى صعب يعني. ارمي طبعا النهائي 50 لفة، عايز 15 بنفسجي مواد المربع، حدث عشوائي عايز 5 كمان، احصل على رقم اقل من 4 حوالي 6 مرات، والحصول على اعلى من 4 64 مرة، يعني عايزين 100 مرة وانا جايب 64، يعني كده كده ممكن تقدر تحوشه، ممكن تقدر تعملهم يعني بالطريقة اللي انا بعملها ديت. يلا على الله التسهيل. جات لي ايدي في تاني. تمام كويس. تعالى مغامرة تانية. 3 1 4 ماشي، وصل 2 نقطة خبرة. ماشي المرة الجاية بقى مش مشكلة. تمام يا شباب، طبعا معايا 359. معايا هو 359 واحدة، طبعا لسه فاضل 12 يوم، فلسه فاضل شوية حلوين يعني. تمام يا شباب، طبعا أنا جالي تقريبا ضيوف وعيال صغيرة، يعني هيبقى في دوشة دلوقتي، ف لو كده هستأذنكم أنا بقى، ويا رب يكون الفيديو، يا رب يكون فدتكم بالفيديو. تمام يا شباب، طبعا يعني اهم حاجه تدعوني باللايك وتدوني لايكات، وتحاولوا تشيروا القناه كده على قد ما تقدروا، عايزين يبقى في تفاعل وعايزين القناه تكبر بدعمكم ان شاء الله، وبالتوفيق لنا جميعا. وان شاء الله برضو هقدم محتويات اكتر، وبرضو يعني هحاول بقدر الامكان ان انا اقدم محتويات ان هي تفيدكم اكتر وفي اسرع وقت ممكن. تمام يا شباب، يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.